ان شاء الله النهارده هنكمل كلامنا عن لبلاس ترانسفور. كان في بروبرتي خدناها خاصه بلبلاس وما طبقناش عليها بتاعه ترانسفورميشن اوف ديريفاتيفز. البروبرتي دي بتقول لنا ان احنا لو عندنا اف داش تي وجينا نحولها بلبلاس ترانسفورم هتتحول لاس في اف اوف اس ناقص اف زيرو، بحيث ان الاف اس دي هي تحويله الاف دي لاف اس، تمام، ناقص الاف زيرو. الاف زيرو دي هي قيمة الدالة عن لما تي بتساوي زيرو في التايم دومين طبعا. طب لو عندنا اف دبل داش تي وحولناها بلابلاس ترانسفورم هتتحول ل اس سكوير اف اوف اس ناقص اس اف زيرو ناقص اف داش زيرو. اف اس برضو هي تحويلة الاف تي بلابلاس ترانسفورم، والاف زيرو هي قيمة الدالة في التايم دومين لما تي تساوي زيرو، والاف داش زيرو هي قيمة تفاضل الدالة في التايم دومين لما تي تساوي زيرو. تعالوا بقى نشوف ابليكيشن على البروبرتي دي. في شيء تلاتة، المسألة الأولانية بيقول لي ان احنا عندنا اي مسألة هنحلها، هو عايز يحل الديفرنس ايكويشن دي. طيب احنا خلنا في اول الترم عشان نحل الديفرنس ايكويشن كنا بنستخدم اي طريقه، هوموجينيس نان هوموجينيس سواء اندترمن او فاريشن او ايا كان، ماشي. بس هو عايز يحل المساله دي بلابلاس عشان يقول لنا قد ايه لابلاس سهلت علينا الموضوع. طيب فاول حاجه هنعملها ان احنا هنحول المساله دي من التايم دومين للاس دومين، وبعدين هنجيب الواي اس في طرف لوحدها وبقيه المعادله كلها في طرف لوحدها، وبعدين نبتدي نعمل انفرس لابلاس، لان احنا زي ما قلنا ان الاف اس هي تحويله الاف تي بلابلاس، تمام. فتعالوا نشوف المساله هيتضح الكلام اكتر. فمديني هنا ان الواي دبل داش زي الاربعة واي داش زي التلاتة واي بتساوي اي اس ماينس تي بلس وان، ومديني انيشال كونديشن ان الواي زيرو والواي داش زيرو ايكوال زيرو. فاول حاجه هنعملها ان احنا نحول الكلام ده بلابلاس، فهنستخدم البروبرتي اللي احنا لسه متكلمين عليها. فايف انا عندي اس سكوير واي اس ناقص اس واي زيرو ناقص واي داش زيرو، زائد احول بقى الاربعة واي داش، ده انا عندي تفاضل من الدرجة الاولى فتبقى اربعة اس واي اس ناقص اربعة واي زيرو زائد تلاتة واي اس. هنحول بقى الطرف التاني، تحويلة الاكسبوننشال هتبقى واحد على اس بلس وان، وتحويلة الثابت واحد على اس. طيب هنبتدي نخلص المعادلة دي شوية، هو اي واي زيرو اي واي داش زيرو كله بيساوي زيرو، فالترمات دي راحت معايا خلاص. وبعدين هاخد الواي اس عامل مشترك، هيتبقى عندي ان انا عندي اس سكوير زائد اربعة اس زائد تلاتة، والرايت هاند سايد هينزل زي ما هو، ما عملناش فيه حاجة، مفيش حاجة اعوض فيه. طيب هنودي الكلام ده الناحية التانية بحيث ان احنا نجيب الواي اس في طرف لوحدها، هتبقى اول حاجه نحاول نخلص الرايت هاند سايد ده بشكل احسن شويه، فيطلع ان احنا لو وحدنا المقامات هيطلع ان احنا عندنا 2 اس اوفر اس في اس بلس 1. طيب هنودي الكلام ده الناحيه الثانيه، هيطلع ان الواي اس بتساوي 2 اس بلس 1 على اس زائد في اس زائد 1 الكل سكوير في اس بلس 3. طيب المفروض ان احنا قلنا الواي اس هي تحويله الاف اوف تي، او هي تحويله الواي تي بلابلاس ترانسفورم فبقت واي اس، وبالتالي احنا لو عملنا انفرس لابلاس يبقى احنا كده جبنا الواي اوف تي من غير بقى ولا نون هوموجينيوس ولا اندترمن ولا فاريشن ولا اي حاجه. طيب هنبتدي بقى نحول الكلام ده بانفرس لابلاس، هنستخدم البارشال فراكشن. هو يعتبر الشيت ده ما فيهوش اي افكار جديده خالص، طالما انت ذاكرت الشيت اللي فات الانفرس لابلاس كويس، مفهوش غير الخطوتين اللي احنا بنعملهم في بداية المسألة دول بس. طيب هنبتدي نستخدم البارشال فراكشن، فيطلع هنقسمهم مثلا A على S زائد B على S بلس 3 زائد C over S بلس 1 زائد D over S بلس 1 الكل سكوير. طيب هنجيب طبعا قيم الـ A والـ B والـ C والـ D، هتطلع ان الواي اس بتساوي واحد على تلاتة اس زائد خمسة على اتناشر اس بلس ثري ماينس تلاتة على اربعة اس بلس وان زائد نص اس بلس وان الكل سكوير. هنبتدي نحول الكلام ده من الاس دومين للتايم دومين،
كده نبقى خلصنا المسألة وجبنا الواي اوف تي اللي هو عايزها. فواحد على تلاتة اس هتتحول لتلت، تمام، وخمسة على اتناشر اس بلس وان هتتحول لخمسة على اتناشر اي اس ماينس تلاتة تي زائد ماينس تلاتة على اربعة اي اس ماينس تي زائد نص تي اي اس ماينس تي. طيب برضو ان احنا نحول من لابلاس بين انفرس لابلاس، بأكد ان الشيت ده مفهوش اي حاجة جديدة عشان كده هفوت بسرعة. طب نشوف ماشي. مسألة تسعة بقى بيقول لنا ان احنا عندنا واي دبل داش زائد واي ايكوال تو اف تي. طيب ومديني الانيشال كونديشن ان الواي باي على اربعة ايكوال باي على اتنين، والواي داش باي على اربعة ايكوال اتنين ماينس جذر اتنين. طيب طيب هنبتدي بقى نحاول المسألة. هو ايه اللي عايزه هنا؟ ان انا احل الديفرنس ايكويشن دي. يعني ايه احل الديفرنس ايكويشن؟ يعني اجيب الواي اوف تي بتساوي كام. طيب قلنا هنستخدم لابلاس والانفرس لابلاس. هنحاول اول حاجة من لابلاس باستخدام البروبرتي اللي اتكلمنا عليها، هتبقى الواي داش هتتحول لاس سكوير واي اس ماينس واي اس ماينس واي زيرو في اس ماينس واي داش زيرو، والواي هتتحول لواي اس، تمام، والاتنين تي هتتحول لاتنين على اس سكوير. طيب هو هنا دلوقتي مديني الانيشال كونديشن مش واي زيرو ولا واي داش زيرو، مديني قيم تانية. فانا هعمل ايه هنا؟ المفروض هاخد الواي زيرو دي انا معرفهاش هل هي بزيرو ولا لا، فلازم احطها مثلا بثابت مجهول. فحط ان الواي زيرو بتساوي مثلا سي واحد، والواي داش زيرو حطها بسي اتنين. طب وبعدين هحل المسألة عادي زي المسألة اللي فاتت، وهيطلع لنا الواي اوف تي دالة في سي واحد وسي اتنين. وبعدين هعوض بقى بالانيشال كونديشن دي واحصل على سي واحد وسي اتنين. طب تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنا دي هتبقى ماينس سي واحد اس، هنوديها الناحية التانية هتبقى زائد سي واحد اس، تمام، والواي داش زيرو هتبقى ماينس سي اتنين، هتتحول الناحية التانية لسي تو. طيب واتنين على اس سكوير هتنزل زي ما هي. ناخد الواي اس عامل مشترك، هتطلع واي اس في اس سكوير بلس وان ايكوال اتنين على اس سكوير زائد سي اتنين زائد سي واحد اس. طيب هنبتدي بقى نودي واحد زائد اس سكوير دي الناحية التانية، هيطلع لي ان الواي اس بيساوي اتنين على اس سكوير في اس سكوير بلس وان زائد سي اتنين على اس سكوير بلس وان زائد سي وان اس على اس سكوير بلس وان. هنحاول الكلام ده بانفرس لابلاس، هيطلع ان الاف تي بتساوي اتنين تي، اتنين تي ناقص اتنين تي ناقص اتنين ساين تي زائد سي اتنين ساين تي زائد سي واحد كوزين تي. هي المفروض واي اوف تي، بس هي واي هنا هي الاف عادي يعني. طيب انا كده جبت الاف اوف تي بس طلعت هي دالة في سي واحد وسي اتنين، عايزة اقيم سي واحد وسي اتنين. هنبتدي بقى نعوض بالانيشال كونديشن. هو مديني الانيشال كونديشن ان الواي باي على اربعة والاف باي على اربعة بيساوي باي على الاتنين، تمام. فاحنا هنا نشيل الاف اوف تي ونحطها باي على الاتنين، والتي نحطها باي على اربعة، فتطلع ان الاف اوف تي شلناه وحطينا باي على الاتنين، والاتنين تي هتبقى اتنين في باي على اربعة بقت باي على الاتنين، تمام. والباقي هنشيل كل تي ونحطها باي على اربعة، المفروض كل قيمة من هنا هي باي على اربعة مش باي على اتنين. طيب وهنخلص المعادلة مع بعض، هيطلع ان سي واحد زائد سي اتنين بتساوي ايه؟ اتنين. طيب دي المعادلة اللي حصلنا عليها من الانيشال كونديشن الاولاني. طب الانيشال كونديشن التاني بيقول لي ان الاف باي على اربعة بتساوي، مش الاف باي على اربعة، الاف داش باي على اربعة بيساوي اتنين ناقص جذر اتنين. طيب هنجيب اول حاجة نشتق المعادلة اللي احنا حصلنا عليها الاف اوف تي، وبعدين نعوض فيها عن التي بتساوي باي على اربعة، والاف داش تي اتنين ناقص جذر اتنين، تمام. هنشتقها تطلع اتنين ماينس اتنين كوزين تي زائد سي اتنين كوزين تي ناقص سي واحد ساين تي. نبتدي بقى نعوض فيها عن كل تي تقابلنا بباي على اربعة، وكل اف تي والاف داش تي باتنين ناقص جذر اتنين، تمام. هنعوض بقى ونخلص المعادلة مع بعض، فتطلع سي اتنين ناقص سي واحد ايكوال زيرو. طيب هنحل المعادلة دي مع المعادلة اللي احنا حصلنا عليها من شوية اللي هي سي واحد زائد سي اتنين
بتساوي 2، تمام؟ ومن هنا هيطلع ان سي 1 بتساوي سي 2 بتساوي 1، تمام؟ السي 1 والسي 2 بواحد دول هناخدهم نعوض بيهم بالاكويشن اللي احنا حصلنا عليها من شويه، الاف الاف اوف تي دي، فهتطلع ان الاف تي بتساوي هتطلع ان الاف تي بتساوي 2 تي زائد كوزين تي، كوزين تي لان انا هنا شلت السي 1 وعوضت عنها بواحد، وشيل السي 2 هتطلع وعوض عنها بواحد، هتبقى ماينس 2 ساين تي زائد 1 ساين تي، فهتطلع بماينس ساين تي.